ان انا معيد في الرياض، اول مره اعيد في الرياض، لكن احنا وين ما نعيد في المملكه العربيه السعوديه احنا بين اهلنا وبين اخواننا وبين حبايبنا، فسعيد ان انا اعيد معاكم في الرياض. تصور ان الاجواء جميله في كل مناطق المملكة، حفلات واحتفالات، ومن حسن حظ أن أنا موجود في الرياض حفلة الرياض إن شاء الله الليلة، وأنا شايف أن الأجواء جميلة في النمرة اللي كانت قبلي الفنانة أمي مطالب، الجو حلو، الناس مبسوطة ومعيدة، إن شاء الله نقدم حفلة تليق بهذه المناسبة إن شاء الله. والله أنا عندي أغنية نازلة دحين جديدة إن شاء الله سنجل بعد يمكن 10 أيام، اسمها ظل الذهب، وبعدها ب20 يوم حيكون في ميني ألبوم جديد أيضا، استعدادا لحفلات الصيف إن شاء الله. اولا انا جدا مبسوطه اني معاكم اليوم، كل عام وانتم بخير من العايدين والفايزين يا رب. سعيده ومتحمسه اني بعيد مع اهل الرياض على هالمسرح العظيم، مسرح الاستاذ محمد عبده. جهزت كثير اغاني يحبوها الناس، الوقت ضيق شوي ولكن ان شاء الله يا رب ينبسطوا باذن الله. دائما في مفاجآت، والجمهور السعودي جمهور عزيز على قلبي جدا، ودائما محضرت لهم أشياء جديدة وتليق بذائقتهم. أنا كان من زمان خاطري وودي وأتمنى أني أكون في يعني أغني جلسات، وهذه أول جلسة في المملكة العربية السعودية، فمبسوطة جدا بهالتجربة وإن شاء الله يا رب الناس تستمتع بإذن الله.